السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أرجو اشتراك القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو، وتعالوا بينا نشوف تفاصيل الخبر اللي معانا بتقول ايه. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة هو قرار دولة وليس قرار وزير، مضيفا إلى أن فيروس كورونا سنتعايش معه في الفترة الحالية حتى يتم وجود علاج له والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن طلاب الثانوية العامة سيتم تقديم أقصى تعقيم لهم، وقائلا أن طلاب الثانوية العامة لم هينزلوا الامتحان ده أكنهم نازلين يشتروا حاجة من السوبر ماركت. هما مش بينزلوا يشتروا من السوبر ماركت، أكنهم نازلين يشتروا حاجة من السوبر ماركت. وأضاف أن طلاب الثانوية العامة المتواجدين في الحجر الصحي في مناطق فيها حجر صحي يتم دخول الطالب دور تاني، مضيفا ان انجلترا كمان رجعت المدارس على الرغم ان يوجد بها عدد اصابات ووفيات كتيرة جدا اكتر من مصر، مؤكدة ان لو حتى 100 طالب طلبوا رفض دخول الامتحان هيتم تأجيلهم للسنة الجاية، واللي عاوز يأجل العام القادم. ولكن يعني هو بيتكلم بيقول ان كمان في حاجات ما ينفعش ان احنا نأجل عشانها الثانوية العامة السنة دي، رغم وجود فيروس كورونا فما يقدرش ان هو يأجل الامتحانات السنة دي. وقال كمان ان من المستحيل دخول المؤجلين من الثانوية العامة في العام الحالي والعام القادم، والتي يقدر طلبهم حوالي 1,200,000 طالب للكليات، ولا يمكن الكليات تستوعب هذا الكم الكبير يعني او العدد الكبير في العام واحد، هيتضاف ده كله على العام اللي بعده. وبيقول كمان ان اكتر الناس اللي عايزين يأجلوا او يلغوا الثانوية العامة هم من على الفيسبوك، واللي عايزين ما يأجلوش هم 3/4 الناس طبعا مش عايزين يأجلوا الثانوية العامة وعايزين يمتحنوا. فهو كده بيأكد ان الربع بس اللي هو بيكتب على الفيسبوك هم دول اللي عايزين يأجلوا، لكن بقية الناس 3/4 الباقيين دول مش عايزين يأجلوا. وبكده هنفهم ان دكتور طارق شوقي او وزير التربية والتعليم مع استمرارية ان احنا بنطالب بتأجيل او الغاء الثانوية العامة عشان فيروس كورونا، فهو كده بيأكد ان الامتحانات في مواعيدها ومش هتتغير، وهيعقم اللجان وهيلتزم باجراءات وحاجات لازم تعقيم فيها اللجان وتعقيم الطلاب والكلام ده كله، ان ده كله مش هيلغي او هيأجل امتحانات الثانوية العامة وان هي هتبقى في موعدها. طبعا يعني احنا عرفنا الكلام ده كله مؤخرا بعد طبعا مناقشات كتير وبعد كلام كتير ان ممكن تتأجل الثانوية العامة وان ممكن تتلغي كمان، فده طبعا احنا خلاص كده احنا فهمنا ان هي امتحانات الثانوية العامة هتكون في موعدها ومش هتتغير. وده كان الخبر اللي معانا، وأرجو اشتراك للقناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.